المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية بما وصفوه أغرب صلاة عيد في مصر، وتظهر الصور التي تناقلها مغردون على نطاق واسع صفوف مصلين مختلطين رجالا ونساء في مسجد مصطفى محمود عام 2015، كما لقيت الفيديوهات التي نشرت على مشاهدات عالية، وعبر هاشتاج صلاة رجال ونساء تباينت الآراء، ووصف مغردون الحدث سياسيا على اعتبار أن هذا ما حل بالإسلام في مصر في عهد السيسي. وتساءل مغردون كيف تبدو صلاة العيد في مصر بعد قمع التدين والإسلاميين. وكان الملاحظ أن أغلب المتداولون للفيديو لم يكونوا مصريين فقط، بل صدرت الانتقادات على حساب النشطاء في الدول العربية كلها. وكتب مغرد تعليقا على الفيديو: هذه أمريكا الإسلام، بدأ الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتقل إلى البلاد العربية عبر جماعات متأسلمة وفق تعبيره. وذهب آخرون إلى البحث عن حكم الدين في ذلك، وأثار الفيديو سخرية العديد من المصريين. لا شك أن صلاة العيد في مصر شهدت العديد من الأخطاء والتجاوزات التي انتشرت بشكل كبير، وللأسف أصبحت سمة من سمات صلاة الأعياد في مصر في ظل عدم تنظيم الأزهر لها. وهذا وتشهد مصر أرقاما قياسية في عدد حالات التحرش التي تزداد خاصة في الأعياد الدينية والوطنية، وذلك مما جعل كل رب أسرة أو شاب يأخذ عائلته بجواره في الصلاة، مما أدى إلى ظهور مهزلة كبيرة في الصلاة، حيث تطور الأمر إلى أن هناك مجموعة كانت تتجه لمكان ما تعتقد أنها القبلة، ومجموعة أخرى في نفس المسجد وأثناء الصلاة ذاتها تتجه لاتجاه آخر تماما. لكن الأمر فاق المتوقع لتظهر صورة انتشرت بشدة على شبكات